رفقا بالقوارير هو شعار فعالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقيم في المنطقة الشرقية وسط حضور لافت تجاوز 200 زائر وبمشاركة أكثر من 6 جهات حكومية. عنيت وزارة التنمية العمل والتنمية الاجتماعية بالحماية الاجتماعية، وقد وقعت المملكة العربية السعودية على هذا الحقوق وعلى هذا الدستور، وتعتبر الحماية هي من يتوجه إليه من تعرض للعنف، سواء كان هذا العنف لفظي أو عنف جسدي، وتتم معالجة أموره في وحدات الحماية الاجتماعية في كل منطقة، وكل منطقة يوجد فيها مثل الحماية الاجتماعية. وحدة الحماية الاجتماعية في مدينة الدمام تعمل بكوادر متخصصة تستقبل نحو 400 بلاغ أسبوعيا يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات المتبعة. نقدم خدماتنا للمرأة أي مكان عمرها وللطفل دون 18 سنة، أيضاً نقدم خدماتنا للفئات المستضعفة مثل المسنين والمعاقين. عندنا الرقم المجاني 1919 يستقبل البلاغات على مدى 24 ساعة، ويتم تصنيف البلاغات الحرجة، يتم مخاطبة الجهات الأمنية مباشرة، أما البلاغات المتوسطة والمنخفضة يتم مباشرتها من قبل الوحدة. كما أن لنا دور برضو كبير في برامج التوعية بأهمية المرأة، حقوق المرأة، كيف أن المرأة تعمل على حماية نفسها. وتأتي هذه الفعاليات لتوعية المرأة وجميع أفراد المجتمع بنبذ العنف الذي هو أحد أهداف نظام الحماية من الإيذاء. هدى الغامدي، الخبر.